الحوثي يتحدث وتقارير إعلامية بأنه تقدم كما ذكرنا في مديرية العبدية جنوبي مأرب. لو سمحت ضعنا في تفاصيل آخر تطورات ميدانية في هذه المحافظة. تحية لك وللمشاهدين. المؤسف أن المعلومات اليوم التي تأتي من مديرية العبدية تأتي من طرف واحد وهو الحوثي الذي يدعي أنه سيطر بالكامل على مديرية العبدية، وفي الحقيقة مديرية العبدية قاومت تقدم الحوثيين بالإمكانية الذاتية. الجيش كان وجوده ضعيفا هناك، والجامعة القبلية من أبناء مديرية العبدية هم من تولوا مهمة الدفاع عن المديرية، لكن للأسف كما في كل مرة الجيش الوطني يعاني من الخذلان، يعاني من الافتقار إلى الموارد، إلى الإمدادات، إلى التسليح، إلى المرتبات. نعم. هناك ترتيبات ربما صممت سابقا لكي تنتهي المواجهات والتقدمات إلى هذه النتائج التي تحسب لغير صالح الشرعية، لغير صالح الشعب اليمني الذي يريد التخلص من الجماعات الانقلابية ويريد إعادة الاستقرار إلى بلده. المؤشرات في مأرب لا تكشف حقيقة، يعني بمعنى أنه لا يمكن أن تقول بأن الحوثيين أقوياء بحيث يسيطروا على هذه المناطق الجغرافية. للأسف يعني من المؤسف بالتأكيد أن ما نحتاجه اليوم هو التفكير بشكل مختلف، حتى الحديث عن أن مأرب هي آخر المعاقل الشرعية. نعم. المسألة فيها تفتقد إلى الصحة، لأن السلطة الشرعية افترض الآن أنها مسيطرة على مساحة كبيرة من الأرض. طيب. وإن كانت هذه الأرض اليوم وضعت في أيدي ميليشيا موالية للتحالف ومناهضة لفكرة إقامة الدولة اليمنية والنظام الجمهوري. سيد التميمي، هناك أخبار عاجلة قبل قليل، حاكم محافظة مأرب يقول بأن الحوثيين يرتكبون إبادة جماعية في العبدية، وأيضا مسؤولون أمميون حصار الحوثيين يقيد المساعدات وحركة السكان في العبدية جنوبي مأرب. هناك تحذير من مأساة إنسانية في العبدية، ما وجه ذلك بأن بالفعل هناك مأساة إنسانية في هذه المديرية في هذه المنطقة؟ أعتقد أن الأمور انتهت الآن، وكما يقول محافظ مأرب المشكلة تكمن الآن في التنكيل الذي سيطال أبناء المديرية الذين يرفضون المشروع الحوثي جملة وتفصيلا ويقومون هذا المشروع الكهنوتي البغيض. سيتعرضون للتنكيل بالتأكيد، وهذه هي المشكلة. أما الحديث عن مأساة إنسانية فهو كلام مكرور ولا قيمة له من جانب المنظمات الدولية التي ربما تدفع عن نفسها تهمة الفشل أولا في تشخيص الواقع كما هو. هذه المنظمات لطالما صرخت عندما كان هناك تقدم باتجاه مدينة الحديدة واستنفذت كل ما لديها من إمكانيات وضغطت على عواصم القرار الدولي. ثم في النهاية تم الضغط على الحكومة الشرعية لكي لا تتقدم إلى مدينة الحديدة. هذه الضغوطات لا نراها اليوم الكبيرة التي ارتكبها الحوثيون في أكثر من منطقة. المجتمع الدولي لا شك أنه يتمالأ مع العملية الإجرامية التي يقوم بها الحوثيون ومن يدعمهم بالتأكيد. المجتمع الدولي مجتمع منافق إلى حد كبير. المجتمع الدولي لا يرى مشكلة في أن يسيطر الحوثيين في اليمن، لكن يرى مشكلة في أن ينتصر الشعب اليمني وتنتصر الديمقراطية كما هو الحال في سوريا، كما هو الحال في تونس، كما هو الحال في مصر، في أكثر الدولة. للأسف نحن أمام هجمة دولية. الحوثيون أحد أدواتها المحلية كما هي الأطراف الأخرى أدوات محلية لهذه الهجمة في معظم الأقطار العربية. أيضا هناك الناطق باسم الحكومة اليمنية راجح بادي للتلفزيون العربي يقول ادعاءات السيطرة الحوثي على مديرية العبدية غير صحيحة والمعارك مستمرة حتى اللحظة. هل بالفعل المعارك مستمرة أم حسمت المعركة ميدانية؟ حتى الأمس كانت المعطيات تقول بأن الحوثيين سيطروا على المركز الإداري للمديرية، لكن هناك تواجد للمقاومة في هذه المديرية. لكن الحوثيين يقولون أنهم سيطروا، لكن كما قلت لك منذ بداية المداخلة ليس هناك ميدانية من غير الحوثيين. هي من تتحدث اليوم عن التطورات التي شهدتها مديرية العبدية. ما قاله المتحدث باسم الحكومة قد يكون صحيحا، لكن الحكومة عندما تقول بأن لا تزال هناك مجاميع تقاوم الحوثيين مديرية العبدية، هذه الحكومة تكتفي بالتصريحات بطبيعة الحال، لكنها تخلت بالمجمل عن دورها في إسناد المقاومين في هذه المنطقة وإسناد الجيش الوطني. للأسف الشديد هذه الحكومة اليوم أصبحت صوت إعلامي لا أقل ولا أكثر. هذه الحكومة للأسف أصبحت واحدة من الأسواق الإضافية التي تكرس الواقع المأساوي في اليمن.
أيضا هناك قبل قليل بيان لجماعة الحوثي يقولون فيه أنهم سيطروا على 5 مديريات وأجزاء من مديريتين في محافظتي مأرب وشبوة. ما تفسير التقدم أيضا الحاصل في شبوة الحوثي؟ الحوثيين تقدموا من البيضاء ودخلوا شبوة من مديريتها الغربية وسيطروا عليها بسهولة. القضية أنا أعتقد أنها تندرج ضمن مؤامرة قد تكون أطراف في التحالف متورطة فيها. المسألة بصراحة هي هذا التقدم تم بعد الضغوط التي مارسها أبناء محافظة شبوة على الإمارات في ملحاف، ولا شك أن المال السياسي له سطوة وله تأثير، وتم شراء الولاءات ليتقدم الحوثيون بدون أي مقاومة، ثم أن هذا التحالف يستطيع أن يمنع الجيش من أن يقاوم ولا يوفر له الغطاء، ويستطيع أيضا أن لا يقصف الحوثيين وهم يتقدمون باتجاه شبوة. كانوا يتقدمون في مناطق مكشوفة، ومع ذلك لم تعترض الطائرات أبدا، إلى أن وصلوا إلى العبدية ثم تدخل الطيران ودمر بعض المعدات وبعض الآليات. لكن هذا التدخل لم يكن القصد منه هو إيقاف تقدم الحوثيين. أعتقد أنه تقدم الحوثيين، أعتقد أن هناك من يرغب في ممارسة أكبر قدر من الضغوط على معاقل الشرعية في محافظة مأرب لكي يحملوا هذه الشرعية أو المقاتلون في الميدان للقبول بما يريد إلاه التحالف للأسف الشديد. أيضا قبل قليل الناطق باسم الجيش اليمني يتحدث بأن لن تستمر الاختراقات التي قام بها الحوثيون في جبهات العبدية وأيضا حريب في مأرب. هل بالفعل سيكون هناك صد من قبل القوات الشرعية لهذه الهجمة الحوثية على جنوبي محافظة مأرب هنا العبدية؟ سيكون هناك صد، لكن لا علاقة لا للتحالف ولا للحكومة ولا للجيش ولا لأي شيء من هذا القبيل. للأسف أن الذي يقاتل، من يقاتل إذن؟ أفراد الجيش الوطني الذين يقاتلون في الميدان يعانوا من خذلان كبير من وزارة الدفاع ومن قيادة من رئاستي الأركان. نعم. وبالتالي الحديث الذي عادة يظهر عن المتحدث العسكري حديث ليس واقعيا، بمعنى أن هذه القيادات لا تستطيع التحكم بالميدان، لكن الذي سيدافع عن مأرب هم أبناء المدينة من الجيش الوطني، هم من أبناء المدينة وهم مئات آلاف اليمنيين الذين تجمعوا من كل أنحاء اليمن. الحقيقة مدينة مأرب هي التحدي الحقيقي بالنسبة للحوثيين، وقد استطاعت هذه المدينة أن تصدهم في شمال هذه المدينة في لم يتقدموا منذ سنة ونصف وهم ينتحرون في مناطق الكسارة والمشيح، وأعتقد عندما يقتربون من هذه المدينة لا يستطيعوا أن يتقدموا أبدا، لأن الجيش لا يستطيع أن يوفر إمدادات في مناطق بعيدة عن المدينة، غير مسموح له بالحصول على الإمدادات، غير مسموح له بالحصول على الإمكانيات اللازمة لمحاربة الحوثيين والتفوق عليهم.